بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن الشبورة بدأت ترجع تاني أكتر من الأول. احنا طبعا اليوم هيكون في تراجع لقيم درجات الحرارة عن الأمس، لأن احنا في الأمس كان في ارتفاع مؤقت لقيم درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية. اليوم هتكون مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا طبعا، كمان هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة كمان المحافظات الشمالية، فبالتالي هيكون في انخفاض بمعدل 3 درجات عن الامس. يوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 23 درجه مئويه، ودي تعتبر المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. يعني الاجواء فتره النهار اجواء شتويه دافيه تماما على القاهره الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، من مائله للحراره الحاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترات النهار وخاصه كمان في وقت الظهيره، لكن كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره. الانخفاض ده ملحوظ اكثر في ساعات الليل في اخر اللي هي فترات تروحات الصباح الفاكر، تبقى الاجواء يمكن من بارده الى شديده البروده في معظم الانحاء، وفترات المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي ليها ظهير حراره بشكل كبير، لكن تاني الصغرى فتره الليل هتنخفض على مدار هذا الاسبوع، وهيكون في فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 10 درجات في القاهره الكبرى، 15 درجه مئويه في المحافظه. كبير من فرق قيم درجات الحراره. كمان اليوم مع منخفض الجو في فرص لسقوط الامطار على مناطق من السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال. هو بس الصوت مش واضح يا دكتور. الصوت مش الامطار واضح. اليوم امطار اليوم هتكون امطار خفيفه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن هي امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، ومنطقه دون الاخرى مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كمان ايضا متوقع اليوم يكون في نشاط رياح على السواحل الشماليه شمال الصعيد جنوب سيناء، وجود نشاط رياح فترات المساء تحديدا وساعات الليل هيحسسني بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. طب سرعه الرياح قد ايه، وهل هي محمله برمال واتربه ممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا لا؟ سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، معظمها رياح قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي غير محمله باي اتربه ورمال مصارة. الاحوال الجويه الحمد لله مستقره بشكل كبير، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه او ممكن تاثر على المواطن ككل. بالاضافه كمان الشبوره المائيه طبعا لازم نقول عليها ان هي هتبقى معانا على مدار الايام المقبله، يمكن لحد بدايه الاسبوع اللي جاي شبوره مائيه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستوصفات المائيه، وطبعا بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا من الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشى، لان كثافتها مش عاليه، يعني ما بتاثرش على حركه المرور، هي فقط بتؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه. الاحوال الجويه المستقره دي تتوقع تستمر معانا حتى بدايات الاسبوع القادم ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. يمكن مع اول ايام شهر رمضان الكريم درجات الحراره هتكون حول المعدلات الطبيعيه ما بين 23 درجه مئويه 24 خلال فتره النهار، فالاحوال الجويه المستقره وقيم درجات الحراره المعتدله تستمر معانا حتى بدايه الاسبوع القادم باذن الله. طيب مع التحول بين استقرار في درجات الحرارة أو ارتفاع أو انخفاض، إيه التوصيات اللي ممكن تقدميها للناس عشان تاخد بالها من صحتها كمان وهي خارجة تلبس إيه أو ما تلبس إيه؟ احنا طبعا بالفترة دي لسه فصل الشتاء لم ينتهي، مازال في فرق في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، والفرق ده كبير، وفترات النهار فيها دفء لسه في برودة وفترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، فنأكد عدم تخفيف الملابس، عدم التخلي عن الملابس الشتوية،
استمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، وخاصه لو احنا بنخرج فترات الليل او فترات صباح الباكر، طبعا تجنبا لنزلات البرد. القياده تتم السير على اغلب الطرق فترات الصباح الباكر طبعا مع وجود السبوره المائيه، ونتابع كافه تعليمات الجمهور، ونكون في متابعه مستمره للنشرات الجويه بصوره يوميه، لان الفتره دي بيحصل فيها تقلبات جويه حاده وسريعه، وارد جدا الخرائط الجويه تتغير في اي وقت ويحصل تغير في حاله الجو، خاصه كمان ان طبيعه الفتره دي بيكون فيها تذبذب كبير في قيم درجات الحراره من يوم للتاني، ايام ارتفاعات وايام انخفاضات، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان، واهم حاجه من نوعيه الملابس خلال الفتره. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 23 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 23 13، اسكندريه 20 12، والعلمين الجديده 23 12، مطروح 23 12، دمياط 22 12، بورسعيد 21 11، اسماعيليه 23 12. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 19 4، وطابة 24 15، حلايب 25 20، وشلاتين 27 19، شرم الشيخ 28 14، والغردقة 28 14. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25 12، والوادي الجديد 30 14، اسيوط 26 11، سوهاج 29 13، قنا 30 13، الاقصر 31 14، واخيرا اسوان العظمى فيها 31 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لجمانه محمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا.